صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا عبد السام. صباح الخير يا جمانة وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة القناة الأولى وتحديدا من خلال برنامج صباح الخير يا مصر يمكن ما زالت حتى هذه اللحظة الأزمة الأوكرانية تحت دائرة الضوء لأن في تغيرات أو متغيرات وتطورات بتحصل ما بين لحظة والاخرى وفقا لاخر المستجدات ونقلا عن وسائل اعلام اوكرانيه ان دوى انفجار اتسمع في العاصمه الاوكرانيه كييف ومدينه خاركيف وده كان فجر اليوم مع انطلاق مجموعه من المقاتلات تحديدا من بيلاروسيا باتجاه الاراضي الاوكرانيه على الجانب الآخر وده حصل بالتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي لقرار بناء على طلب الدول الغربية القرار ده بيدعو إلى عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ أعضائها المية تلاتة وتسعين دولة موقف حيال الأزمة الروسية الأوكرانية ويمكن ده تاني تحرك بعد جلسة مجلس الأمن اللي شفناها يوم الجمعة طيب مع اقتراب العمليات العسكرية الروسية من السيطرة على كييف، بتزيد حجم العقوبات الاقتصادية كمان اللي بتفرضها الدول الأوروبية، يمكن هي الورقة اللي كانت دايماً يعني بتلوح بها الدول الغربية تحديداً في اتجاه موسكو، شفنا امبارح دول الاتحاد الأوروبي قررت حرمان روسيا من نظام سويفت للتحولات المالية الدولية، ومن المفترض أن بمجرد فرض هذا النظام يعني تخرج روسيا أو تنعزل عن العالم أو أغلب دول العالم مالياً. كمان تم غلق المجال الجوي امام الطائرات الروسيه علشان كده امبارح طلبت الولايات المتحده وايضا طلبت فرنسا من رعاياها المتواجدين في روسيا المغادره فورا لان يتم غلق المجال الجوي امام كل الطائرات الروسيه. مش بس كده التحرك كان كمان من اتجاه اخر وهو كره القدم. كرة القدم ما كانتش بمنأى عن القرارات اللي بتحصل لأن هي دخلت هي أيضا في نطاق العقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال إيه؟ قال إن هو مش هينظم أي بطولات على الأراضي الروسية ومش هيسمح للفريق برفع العلم الروسي أو حتى عزف السلام الوطني في مبارياته إلا هيخوضها خارج أرضه وكمان المنتخب مش هيشارك تحت اسم روسيا لكن هيكون تحت اسم الاتحاد الروسي لكره القدم. المباريات هتكون على ملاعب محايده مش هتكون في الاراضي الروسيه تحديدا وهتكون المباريات كمان من غير جماهير وده كنوع من انواع العقوبات الروسيه يعني العقوبات اللي بتفرض على روسيا تحديدا. يمكن التحركات والمتغيرات بتحصل زي ما قلنا لحضراتكم ما بين لحظه والثانيه في جديد. وفقا لتصريحات البيت الابيض يا جمانه قال ان الرئيس الامريكي جو بايدن هيتشاور جو بايدن مع الحلفاء علشان يبحث ما هي الخطوه القادمه للرد على روسيا صحيح يا احمد يعني الحقيقه منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه على اوكرانيا وفي تصاعد وفي تصاعد بشكل مستمر صحيح. ووتيره كمان سريعه جدا للاحداث يمكن خلال اليوم الرابع العمليات العسكريه في اوكرانيا كان في تحركات كبيره جدا على المستوى العسكري ايضا على المستوى السياسي الغربي الحقيقه من ضمن هذه التحركات هو اعلان دول مجموعه السبع استعدادها لفرض عقوبات جديده على روسيا بعد التي اعلنت خلال الاسبوع في حال لم تضع روسيا حد لحربها على اوكرانيا ده خلال اجتماع لوزراء خارجيه الولايات المتحده والمانيا فرنسا اليابان وكندا ايضا ايطاليا والمملكه المتحده حضت مجموعه الدول السبع الصناعيه الكبرى موسكو على وضع حد فوري للهجمات على أوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير من البلاد وده وفق بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع في بيان لاحق أيضا قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المجموعة لم تكن قط أكثر اتحادا في الدفاع والحفاظ على حرية وسيادة أوكرانيا وجميع الدول. كمان كان في تغير الحقيقه في الموقف الروسي واللي اعلن وضع قوات الردع النوويه في حاله التاهب القصوى. هذا القرار تم وصفه من قبل الولايات المتحده ودول حلف شمال الاطلسي بانه تصرف خطير. على الجانب الاخر الحقيقه في اخبار تبدو جيده، هو انه حصل تفاهمات لاجراء مفاوضات روسيه اوكرانيه هيتم عقدها النهارده وهتكون في منطقه حياديه عند الحدود مع بيلاروسيا. الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال ان الاجتماع هيعقد في منطقه جمال في بيلاروسيا والرئاسه الاوكرانيه قالت ان هذا التفاوض هيكون بدون اي شروط مسبقه طبعا احنا دايما بنحاول نكون مع حضراتكم دايما بنحاول نطلع حضراتكم في بدايه البرنامج على احدث التطورات والاخبار لحظه بلحظه واكيد هنتابع كمان مع حضراتكم كل التفاصيل الخاصه بالازمه الاوكرانيه الروسيه بنصبح على حضراتكم مره ثانيه صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح نصبح على دينا شرف صباح الخير يا دينا صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا أنا صباح الخير صباح الخير على كل موسيم في كل مكان يا رب في ابتسامة كده على الصبح يا رب الابتسامة دي بقى معاها درجات حرارة حلوة بقى. لا لا في ارتفاع طفيف في درجات حرارة جو جميل دافئ إن شاء الله النهار إن شاء الله خلونا نطمنكم على حالة الطقس النهاردة ونستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري في النهارده شبوره مائيه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد طبعا بنرجو من سائقي السيارات يعني توخي الحذر خلال الساعات الاولى من الصباح درجه الحراره في القاهره النهارده 22 واعلى درجه حراره تكون في ابو سمبل 29 واقل درجه حراره تكون في السالون 18 درجه هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه لكن خليني اخدكم من الطقس للمرور سريعا هنبص على شوارع القاهره والمحافظات ودلوقتي طبعا الناس بدات تنزل علشان تروح اشغالها وكمان المدارس والجامعات موجودة دلوقتي والطلبة بيتجهوا اليها قبل ما نبدأ عرض الطرق اللي معانا طبعا بننصح اللي عنده مشوار مهم ينزل بدري شوية عشان زي ما بنقول نتجنب التكدس والزحمة المرية اللي بتكون في ساعات الذروة الصباحية بسبب المدارس والجامعات. هنبدا جولتنا من القاهره ونشوف طريق الكورنيش امام اللي جاي من ميدان المؤسسه في كثافات مرورية بسيطة حتى ميدان التحرير، اما طريق الكورنيش القادم من المعادي بيشهد كثافات بسيطة عند شارع القصر العيني المتجه الى ميدان التحرير. في ايضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا الى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران. اما كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس بيشهد سيوله مريه واللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه منطقتي غمره والعباسيه ومدينه نصر في بعض الكثافات المريه اما حركه السيارات بمحور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديده في سيوله مريه ونروح معاكم لشوارع <applause> عفوا لشوارع الجيزه ونبدا من شارع العرم اللي بيشهد ظهور كثافات بتزيد بسبب غلق الطريق لانشاء محطه مترو وكمان بتظهر كثافات بمنطقه مشعل حتى شارع ال20 الطلدية في ايضا كثافات متحركه متجهه الى كوبري الجيزه المعدني وفي في شارع فيصل بمنطقه الطوابق حتى الى 20 كمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفط اللبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان في كثافات مريه متحركه بفضل طبعا التوجه لمحور عرابي اللي بيشهد كثافات يمكن تكون اقل شويه بتظهر كثافات بسيطه بمحيط ميدان النهضه ومحيط جامعه القاهره اما شوارع السودان وجامعه الدول العربيه والبحر الاعظم في سيوله مريه خلونا نروح معاكم لمحافظة القليبية والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرية لكن في بعض الكثافات بدأت من حوالي ساعتين قبل مطلع الدائري بحوالي 3 كيلو وكمان في بعض الكثافات قبل ميدان المؤسسة لكن الزراعي متجه لبنها ووسنة وطنطة في حالة من الانتظام المروري أما المتجه إلى محافظات الدلتا خلال الطريق الدائري في كثافات أمام القادم من اتجاه السلام وموقف العاشر حتى منزل الطريق الزراعي بننصح طبعا بطريق شبرا بنها الحر اما القادم من طريق شبرا بنها الحر ومتجه الى منطقه مصر الجديده ومدينه نصر من افضل طبعا ان هو يستخدم محور الفريق العصار ونكمل جولتنا مريه ونروح اسكندريه عروس البحر المتوسط زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات بسيطه موجوده في المنطقه المحيطه بكوبري ستالي وكمان في كثافات متقطعه الاشارات بطول الكورنيش اما باقي الشوارع الجانبيه فيها سيوله مريه نسبيه الطريق المؤدي للجامعه بيشهد كثافات مروريه بسيطه لكنها بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه وده وسط تواجد خدمات مروريه مكثفه لتسهيل حركه سير الطريق ومنع التكدسات من جميع الشوارع الرئيسيه وفي كده انتهت جولتنا في احوال الطقس وجوله مريه سريعه حاولنا نطمن حضراتكم على احوال الطقس طبعا والمرور النهارده في شوارع العاصمه ومعظم محافظات الجمهوريه هرجع مره تانية لجمانه واحمد علشان نكمل او نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر شكرا ليك شكرا, شكرا. طيب النهارده طبعا عندنا مجموعه من الاخبار وموضوعات الفقرات كالعاده اللي بتهم حضراتكم لكن دايما بنبدا معاكم صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح ومن اهمها تلقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من ملك الاردن وتاكيده اهميه استمرار توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي مع الاردن. ايضا متابعه سياده الرئيس موقف المخزون الاستراتيجي لكافه السلع الغذائيه الاساسيه ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والامه الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج أيضا دكتور مصطفى مدبودي رئيس الوزراء تابع تنفيذ تكليفات سيادة الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون من السلع ده يا جماعة كل سنة وحياتك طيبة يعني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والسادة المشاهدين أيضا ومن أخبارنا كمان معانا خبر بيقول أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا استضافت وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمان رئيس الوزراء تابع عدد من ملفات عمل وزارة الإنتاج الحربي بالإضافة لموقف تطوير قطاع الطيران المدني الحكومة حذرت من زعم أفراد انتسابهم للقوى العامله والاتصال بالعماله غير المنتظمه ومركز معلومات مجلس الوزراء قال ان مصر ثاني اكثر سوق مستهدفه لصفقات الدمج والاستحواذ في عام 2021 والبدايه معك يا جوبانا شكرك يا احمد جزيل الشكر بدايه مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتلقي امس اتصال من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الاردن خلال الاتصال تمت مناقشه عدد من الموضوعات المتعلقه بالتعاون الثنائي وتطورات القضايا الاقليميه والدوليه وأكد سياده الرئيس علي اهميه استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفه بين مصر والاردن كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل اجتماع، الاجتماع ده تابع في موقف السلع الاستراتيجيه الغذائيه وتوافرها واسعارها في الاسواق. كمان الاستعدادات الخاصه بشهر رمضان المبارك كل سنه وحضراتكم طيبين، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظه على استمراريه المخزون المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه الرئيسيه ومتابعه اسعارها السوقيه. كمان وجه سيادته باستكمال المراحل التاليه لمشروع الصوامع الاستراتيجيه لزياده الحجم الاستيعابي والتخزيني لهذه السلع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه ولواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول استراد موقف السلع الاستراتيجيه الغذائيه. ومتابعة توافرها وأسعارها وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك وقد قام السيد وزير التموين بعرض موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية الأساسية للدولة خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن مؤكدا على عدم وجود أي مشكلة في توفير تلك السلع في إطار التوجيهات الرئاسية والتخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمراريه المخزون الاستراتيجي من تلك السلع لمده لا تقل عن متوسط خمسه شهور مؤكدا ان هذا الامر ما كان ليتحقق بدون الجهد المبذول من الدوله على مدار السبع سنوات الماضيه بتشييد صوامع الغلال الاستراتيجيه والتي عززت من قدره الدوله على التخزين الاستراتيجي للسلع الاساسيه خاصه القمح اضاف المتحدث الرسمي انه تم في هذا الاطار استعراض المخزون الاستراتيجي المتوفر للدوله من مختلف السلع الاساسيه حيث اوضح وزير التموين ان المخزون الاستراتيجي للقمح يصل الى اربعه شهور اخذا في الاعتبار ان موسم الانتاج المحلي سيبدا في شهر ابريل القادم والمستهدف هو الوصول الى اربعه مليون طن وتم تحديد سعر توريد الاردب بثمانمائه وعشره جنيهات بزياده مقدارها 100 جنيه عن العام الماضي، وبالتالي تمتلك الدولة احتياطيًا يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة. وبالنسبة للسكر، فهناك احتياطي استراتيجي لمدة حوالي أربعة ونصف شهر، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ في شهري يناير وفبراير من العام الجاري على التوالي. يصبح الإنتاج المحلي يغطي احتياجات الدولة بنسبة 90%. أما عن الزيت فإن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي لمدة خمسة ونصف شهر مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه. وتمتلك وزارة التموين احتياطيًا استراتيجيًا يصل لمدة ستة ونصف شهر. كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من الفول يصل لمدة ثلاثة شهور. كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي ثمانية ونصف شهر. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرجة منها على بطاقة التموين. والتي تتحمل الدوله الزيادات التي تمت عليها حتى الان كما وجه سيادته في ذات السياق باستكمال المراحل التاليه لمشروع الصوامع الاستراتيجيه لزياده الحجم الاستيعابي والتخزيني لها اضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اطلع ايضا على استعدادات الحكومه لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث تم استعراض ما سيتم من افتتاح المعرض الرئيسي اهلا رمضان في ارض المعارض في المدة من الرابع والعشرين من مارس وحتى الثاني من أبريل ومن المقرر في إطاره كذلك أن يتم افتتاح 160 شادراً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ومشاركة 2500 فر من سلاسل شركات توريد الأغذية المحلية بالإضافة إلى طرح منتجات أهلاً رمضان في 500 فر من مشروع جمعيتي والتابع لوزارة التموين وكذا الدفع بعدد 200 قافله متحركه تشمل توزيع السلع الاساسيه واللحوم والدواجن، وقد وجه السيد الرئيس بضروره توفير كافه السلع في جميع تلك المنافذ باسعار ميسره للمواطنين والتنسيق مع كافه المحافظات والغرف التجاريه لاقامه التجهيزات والبنيه الاساسيه للمعارض الغذائيه، مع تنظيم حملات دائمه للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة امبارح كمان سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية ونسبة ذكرى الإسراء والمعراج وكتب سيدة الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال تلك الذكرى العطره التي تجلت فيها رحمه الله سبحانه وتعالى بامتنا فكانت منهجا للحياه وجهادا للنفس واسال الله تعالى في هذه المناسبه الطيبه ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر كمان السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقدمت بالتهنئة بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج تلك الرحله المقدسه التي انعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رفعه لمقامه الشريف، تلك الذكرى العطره التي تتجلى فيها مشاعر الايمان بمعجزات الله، والتذكير بان رساله خاتم المرسلين هي رساله الانبياء اجمعين. وتوجهت السيده انتصار السيسي قرينه السيد الرئيس بالدعاء الى الله في هذه المناسبه الكريمه بان يحفظ الامه العربيه والاسلاميه وان يعم السلام على كافه بقاع الارض كل سنه طبعا وحضراتكم طيبين بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج وايضا كل سنه حضراتكم طيبين احنا النهارده 27 رجب يعني تقريبا شهر بيفصلنا عن شهر رمضان الكريم يا رب يكون شهر خير كده علينا جميعا خلينا ننتقل مع حضراتكم لخبر اخر واكاديميه ناصر العسكريه العليا استضافت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اطار جهود القياده العامه للقوات المسلحه لنقل وتبادل الخبرات مع الوزارات والمؤسسات التعليميه المختلفه بالدوله. وتكلم وزير التعليم العالي في المحاضره عن جهود الدوله المتواصله للارتقاء بمنظومه البحث العلمي ومواكبه التطور التكنولوجي المستمر. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل امبارح اجتماع، الاجتماع ده تابع فيه جهود توفير السلع الاساسيه محليا والتمويل اللازم لها. وده في ضوء مستجدات الازمه الروسيه الاوكرانيه وتاثيرها على حركه السلع العالميه وقال رئيس الوزراء ان في تكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله في السلع الغذائيه الرئيسيه بالاضافه لمتابعه اسعارها السوقيه خاصه السلع المدرجه على بطاقات التموين ما زلنا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واجتماعه أمس اللي تابع فيه عدد من الملفات والمشروعات اللي شغال عليها وزارة الإنتاج الحربي وقال دكتور مدبولي أن الدولة بتتجه بقوة نحو توطين الصناعة بشكل عام في مصر وزيادة المكون المحلي لأن الصناعة هي قاطرة التنمية في الفترة الحالية عشان كده لازم يكون في حرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميا إلى الصناعة المحلية لسه مستمرين في متابعة أخبار مجلس الوزراء لأن امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي تابع موقف تطوير قطاع الطيران المدني وقال إن الحكومة حريصة على متابعة أداء قطاع الطيران المدني والشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع وده للتأكد من استمرارية سير خطط التطوير بالإضافة لتحقيق الأهداف المطلوبة لأن قطاع الطيران بيعتبر رافد مهم جدا للاقتصاد الوطني. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذر من ناس تتصل على العمالة غير المنتظمة وبيقول لهم أنهم تبع وزارة القوى العاملة وأن هم عايزين أرقام الكروت لائتمانية عشان تحديث البيانات وزارة القوى العاملة قالت أن الناس دي مش تبعهم أبدا ومفيش حد من الوزارة تواصل هاتفيا مع العمالة غير المنتظمة بدعوه تحديث بياناتهم او ارقام الكروت الائتمانيه الخاصه بيهم وانه الناس دي اللي بتتصل هدفها انها تستغل البيانات الشخصيه للمواطنين وطبعا بتهيب المواطنين ان ما حدش يستجيب ليهم نهائي يمكن اي حد فينا الحقيقه لما بيجي يكلم اي بنك او بيتصل باي بنك دايما بدايه المكالمه كده وبتكون رساله مسجله لو اي حد اتصل بيكم عشان يسالكم عن اي معلومات شخصيه ليها علاقه بحساب حضراتكم ما تدوش الناس دي اي معلومه لان البنك مش بيتصل بحد عشان يسال علي اي معلومه نهائي ان كان كلامنا عن هذه الشائعه او بشكل عام اي حد يكلم حضراتكم عشان يسالكم عن معلومات شخصيه تخص حساباتكم البنكيه ممنوع وتحذير هام بلاش ندي أي معلومة لأي حد بيتكلم على التليفون لأن دي بتبقى أشخاص عايزة تسرق معلومات حضراتكم الشخصية عشان تقدر تتعامل مع بنوك حضراتكم في البنوك. لا وحتى لو يعني لا قدر الله ادوهم الرقم يعني الأرقام الخاصة بالكارت بدون ما ياخدوا الرقم السري وما يقدروا ان هم يتعاملوا اونلاين معلومات ويسحبوا كل الكريدت أي... اللي موجود أي فيه او الرصيد المتاح في البنك فعشان كده هذه المعلومات سريه زي ما قالت جمانة يعني رجاء عدم تداولها لاي شخص مهما كان غير في البنك نفسه بمجرد دخولك انت والتاكد ان ده موظف الخدمه او خدمه العملاء اللي حضرتك طالبها لا لو حد اتكلم كمان وحضراتكم شاكين يعني وعايزين تتاكدوا ممكن تقفلوا وتكلموا البنك بنفسكم وتقولوا لهم جات لنا مكالمه حصل فيها واحد اثنين ثلاثه هتتاكدوا ان محدش من البنك بيتكلم فارجوكم بس ناخد بالنا طيب معانا خبر تاني من الاخبار المهمه بيقول ان مركز معلومات مجلس الوزراء نشر انفوجراف بيتضمن رصد لاحدث تقارير مركز بكير ماكنزي عن مصر في فبراير 2022 التقرير ده قال ان مصر هي ثاني اكثر الاسواق المستهدفه لصفقات الدمج والاستحواذ في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه في سنه 2021 وقال ان اجمالي الصفقات اللي اتعملت او اللي اتعملت في 2021 وصلت لحوالي 100 233 صفقه بزياده بتقدر ب 49% عن عام 2020. امبارح كمان وزاره الداخليه نشرت فيديو بيوضح جهود اجهزه الوزاره على مستوى الجمهوريه خلال اسبوع خاصه قطاع الامن العام والقضايا اللي تم ضبطها. جهود متميزه لاجهزه وزاره الداخليه على مستوى الجمهوريه خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزه الامنيه نجاحات كبيره في مكافحه شتى صور الجريمه فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجراميه شديده الخطوره اسفرت جهود الاجهزه الامنيه عن ضبط 416 عنصرا اجراميا ومصرع عشرة من العناصر الاجراميه شديده الخطوره بنطاق 19 مديريه امن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرزها سرقه، سلاح، مخدرات، قتل وضبط معهم 255 قطعه سلاح ناري وكميات كبيره من الطلقات مختلفه الاعيره والمواد المخدره. وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 54 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 812 قطعة سلاح ناري أبرزها عشر بندقية و92 بندقية آلية و52 مسدسا و556 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة إضافة ل 1180 قطعة سلاح أبيض كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدا سياده القانون نجحت اجهزه وزاره الداخليه في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ 491.092 حكما قضائيا

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلا عصابيا ضموا 76 متهما قاموا بارتكاب 59 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 65 حادث متنوع ما بين قتل عمد سرقة بالإكراه حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها بإجمالي 93 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1320 قضية إتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1454 متهما وبحوزتهم ما يزيد عن 518 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 1224.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 29 كيلوغرام إضافة إلى ما يزيد على 16.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 130228 قرص مؤثر و60928 قرص ترامادول مخدر و45100 قرص كبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمه الماليه للمواد المخدره بحوالي 57 مليون جنيه كما تم ضبط اربعه مراكز غير مرخصه لعلاج الادمان وضبط قضيتين غسل اموال قدرت قيمه الممتلكات فيها قرابه 122 مليون جنيه متحصله من الادجار غير المشروع بالمواد المخدره وبكده نكون وصلنا لنهايه الاخبار اللي حصلت امبارح ومعدنا مع جوله في اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده بمشيئه الله تعالى النهارده هيتم عقد دوره غير عاديه لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى المندوبين الدائمين وده بناء على طلب مصر للتباحث حول تطورات الاوضاع الجاريه في اوكرانيا النهارده كمان وزيره التضامن الاجتماعي نبيل القباج هتشهد فعاليات مؤتمر القياده الانسانيه لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا واللي بيقام لاول مره في مصر تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء. النهارده الميه هتقطع في بعض المناطق في مدينه المنصوره وده هيكون من الساعه 9 صباحا ولحد الساعه الرابعة عصرا بسبب تنفيذ اعمال ربط لخطوط مياه بشارع عبد السلام عارف والمناطق التي يعني المناطق اللي هيتم التاثر بسبب هذا الربط هي شارع عبد السلام عارف وشارع سامية الجمل وشارع الترعة ومنطقة المجزر الآلي وحي الأشجار بالإضافة لمنطقة سندوب بالكامل النهارده مهرجان الاسماعيليه الدولي للافلام التسجيليه والقصيره هيعمل مؤتمر صحفي في سينما الهناجر الساعه 1 الظهر للاعلان عن كافه تفاصيل الدوره ال 23 للمهرجان والمقرر اقامتها في الفتره من 17 وحتى 23 مارس اللي جاي. مشاهدينا نسيت حضراتكم دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم الكلام وباقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. طبعا يعني بنصبح على حضراتكم مرة ثانية والحقيقة انه آه. النهارده يعني الاجواء كده ابتدت تبقى الطف شوية، البرد خلاص بيخف اه شوية في شوية برد بالليل الحقيقة لكن الصبح الجو حر يعني لا حب بيعتبر حر بتحب أنت الاجواء دي يا جمال انا عارف بس انا بحب البرد يعني اميل للبرد اه بس مش مش برد قوي ولا آه. حر قوي يعني اه الصبح حر بس الحر المقبول اللطيف يعني م. وبالليل كمان حتى البرد البرد كمان يعني محتمل المحتمل, خلاص المحتمل خلاص آه. ودي انا يعني انا بحب الجو ده قوي لانه عارف مفيش ضرر واقع آه. يقع على حد الحقيقة يعني اللي بيحب الصيف مبسوط, مبسوط. واللي بيحب الشتاء مبسوط والناس حتى دينا اللي في الشارع بالظبط صيف ولا شتاء؟ انا بحب الاثنين على فكره يبقى يبقى يبقى, أوه. يبقى فرح الناس بقى اللي بيحبوا الاثنين برضه وقول لهم إيه لا, لا هو الصبح الصيف وبالليل شتاء النهارده <applause> اتفضل خلينا نطمنكم على الاحوال الجويه بالتفصيل والارصاد الجويه بتوقع استقرار في الاحوال الجويه النهارده الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد ولكن مائل للحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء. النهارده هيكون في شبوره على الطرق المؤدية من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نقول معاكم كده النهارده درجات الحراره متوقعه النهارده وهنبداها من القاهره والعظمى 22 والصغرى 11، اسكندريه 21/11، مطروح 19/11، سيوه 22/8.

أسيوط 23/7، سوهاج 24/8، قنا 25 25/9، الأقصر 27/9، أسوان 28/10، الوادي الجديد 28/6، شلاتين 26/12، وأخيراً حلايب 24/13. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم النهارده على أحوال الطقس بالتفصيل عشان كمان بنحذركم إن في شبوره مائيه الصبح وكمان هيكون في على الطرق السريعه والزراعية والصحراوية من وإلى المؤدية إلى القاهرة الكبرى لكن كمان زي ما كان أحمد وجمانة بيقولوا الصبح يكون الجو يعني لسه حتى كان بعض خبراء الأرصاد بيقولوا أن الأسبوع ده صيف وشتاء مع بعض خلي بالنا أن احنا ما نخففش الملابس خاصة في الأوقات دي علشان ده ممكن يعرضنا لأدوار البرد خلونا نستعرض مع حضراتكم بقى نروح للدكتوره منار غانم علشان نعرف معاها التفصيل عن احوال الجو النهارده او خلال كام يوم الجايين صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بحضرتك حابين نعرف منك كده في ارتفاع طبعا طفيف في درجات الحراره ويمكن احنا بنقول يعني هنحس بحراره الجو شويه لكن بليل الجو هيكون بارد نطمن على حاله الجو خلال الاسبوع هو احنا بالفعل بدايه من اليوم هنشهد ارتفاع في درجات الحراره يمكن بحوالي من درجتين لاربع درجات الارتفاع ده هيكون تدريجي وهيستمر معانا اليوم الاربع القادم باذن الله يمكن كمان العظمى هتوصل الاربع القادم على القاهره الكبرى لاربعه وعشرين درجه مئويه الاجواء تكون مستقره خلال فتره النهار لكن الطقس هيكون مائل للدفء على سواحلنا الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى هيكون دافي على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحراره على محافظات جنوب الصعيد لان م. جنوب الصعيد هيرتفع درجات الحراره فيها ما بين 28 و 29 درجه مئويه خلال فتره النهار طبعا ده وكمان في هذا الفترات سطوع اشعه الشمس لكن مع غياب اشعه الشمس ودخول ساعات الليل طبعا درجات الحراره تنخفض بشكل ملحوظ والطقس بيكون شديد البروده على كافه مناطق الجمهوريه الفرق كبير بين درجه الحراره خلال فتره النهار وخلال فتره الليل بيوصل لاكثر من 10 درجات خاصه الساعات المتاخره من الليل والصباح صحيح اليوم كانت في شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه ادت لانخفاض الرؤيه الافقيه لكنها ما اثرتش على حركه المرور بشكل كبير الحمد لله تلاشت مع سطوع اشعه الشمس على بدايه الساعه 8 وان شاء الله مع الساعات القادمه الرؤيه تتحسن تماما على الطرق متوقع يكون في شوائب عالقه مع ارتفاع درجات الحراره أتربة عالقه وشوائب عالقه في المهم ما يكونش رياح كثيره يعني عشان برضه تجيبوا الانفيه هيشتكوا النهارده لكن هي بعض الشوائب فقط العالقه من أتربة اه هي بتبقى شبه الشبوره المائيه كده خلال فتره النهار بسبب هدوء سرعات الرياح يعني ان شاء الله مش هتبقى اتربه لكن مش هتبقى يعني رمال مصارعه لكن هي أتربة عالقه هنلاحظها في سماء القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري محافظات السواحل الشماليه يعني مع ارتفاع درجات الحراره وهدوء سرعات الرياح بنشاهد اتربة عالقه لكن ان شاء الله ابتداء من الخميس القادم هتبدا درجات الحراره تعود تاني في الانخفاض تبدا تنخفض بحوالي اربع درجات يعني احنا yeah. متوقع الخميس القادم تكون yeah. 20 على القاهره الكبرى مع بداية الاسبوع كمان القادم هتوصل ما بين ال18 وال17 درجه مئويه ففي انخفاض ثاني ملحوظ فعشان كده احنا في الفتره دي تحديدا مش عاوزين نغير نوعيه ملابسنا ولا عاوزين نخفف الملابس صحيح. ولا حتى ننخدع بالطقس الدافي خلال فتره صحيح. النهار على الاقل لانتهاء فصل الشتاء نستمر في ارتداء الملابس أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية شكراً جزيلاً لحضرتك طمنتينا على حالة الجو نتمنى إن حضراتكم كده تتوخوا الحذر في عدم تخفيف الملابس خلال الفترة اللي جاية في الأسبوع ده لأن هينخفض درجات الحرارة يمكن بالليل وعلى آخر الأسبوع هتقل تاني أربع درجات هرجع مرة تانية لجوانا وأحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر شكراً لك يا دينا ولضيفتك الكريمة شكراً النهارده بتحل اول ذكرى سنويه على رحيل واحد من اهم الفنانين المصريين واحد من اكثر الفنانين اللي امتعونا الحقيقه على مدار سنين كتير من خلال اعمال كتير يعني 110 فيلم 130 مسلسل أكتر من 50 عرض مسرحي مين فينا مش فاكر وهبي السواني مين فينا مش فاكر اللي هو محسن ممتاز في رأفت الهجان مين فينا مش فاكر سرحان البحيري في ميرا مار ادوار كتير قوي قوي الحقيقه للفنان المبدع يوسف شعبان خلينا نشوف هذا التقرير عن هذا المبدع ونرجع لحضراتكم على طول عام مضى على رحيل فنان صاحب حس وطني ترك أثرا بارزا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عاما، اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية ليصنع مسيرة فنية متميزة. هو المبدع يوسف شعبان. ولد يوسف شعبان عام 1931 في حي شبرا بالقاهرة، كان والده يعمل في مجال هندسة الكهرباء. درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة. خلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية. بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ رحلته الفنية والاحترافية عام 1958 في فيلم سهم الله. توالت بعدها أعماله السينمائية التي تجاوزت 133 فيلماً سينمائياً أبرزها معبودة الجماهير أم العروسة زؤاء المدأ الثلاثة يحبونها قصر في الهواء الرصاصة لا تزال في جيبي والرجل الذي فقد ظله ومن السينما للدراما وجد يوسف شعبان ضلته ليبدع أكثر من مئة مسلسل أهمها العائلة والناس انتقام امرأة الشهد والدموع الوتد ورافة الهجان تألق بشكل بارع في اداء شخصية محسن ممتاز في رافة الهجان وقدم كذلك الضوء الشارد والمال والبنون وشارك في الجزء الخامس من ليالي الحلميه لياتي عام 2021 معلنا ختام الرحله الفنيه للفنان يوسف شعبان والتي قدم خلالها عددا ضخما من الاعمال السينمائيه والمسرحيه والاذاعيه وهي الاعمال التي شكلت جزءا هاما من تاريخ الدراما المصريه والعربيه رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان يمكن هو رحل بجسده لكن هتظل ذكرى خالدة في أذهاننا جميعا بأفلامه وبأعماله اللي قدمها في الدراما تحديدا زي ما تابعنا التقرير يعني مئات من الأفلام كل دور كان مختلف هو كان فنان متنوع بمعنى الكلمة يمكن من الصعب إن احنا نلاقي فنان يقدر اللي هو يجسد كل هذه الأدوار بشكل عام سلامة فراويلة ملو البنون ملو البنون طبعا يعني انت مذاكره الادوار لا انا يوسف شعبان من اقرب الممثلين لقلبي ومن اكتر فعلا الفنانين دايما بحس ان هو ليه بصمه خاصه صحيح. ودايما بيضيف كده بعد لكل شخصيه بيقدمها ان كانت شخصيه آه الدور ان كان فلن اللي شخصيه شريره او حتى شخصيه آه بيجسد دور سعيدي او بأي ما الدور اللي بي بيقدموا الحقيقه طبعا هو كمان كان نقيب الممثلين في فتره, فترة في 1997 وقدر ان هو يفوز بدورتين متتاليتين لغايه 2003 طبعا لما خسر الانتخابات امام نقيب الممثلين الحالي اشرف آه زكي كان بيستغل ملامح الشخصيه بتاعته آه من وقت للتاني يعني لو تبصي في التقرير وهو صغير, صغير كان بيميل شويه لادوار الشر الادوار اللي هو عارفه فيها عنف او الشاب اللي هو كانت بدايته كمان في بيتنا رجل يعني فيه آه. في ناس كتير مش عارفه الموضوع ده هو الحقيقه حتى لما كان نقيب للممثلين يا احمد قدر ان هو يقدم كتير جدا الحقيقه صحيح. للممثلين قدر ان هو يعمل يعني نادي كمان كبير الفيروس جدا وقدر ان هو يعالج ممثلين كتير كانوا وقتها صحيح. كانوا غير قادرين يعني يعني على دفع تكاليف العلاج اللعين اللي غيبه عن عالمنا حاليا يعني خساره كبيره طبعا أكيد. للفن في مصر على اي حال مشاهدينا اتمنى صباحا مع موجز اهم الانباء مع دينا شرف تفضلي يا دينا شكرا لك جمانا الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت غرينش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية خاصة المدرج منها على بطاقة التموين والتي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه باستكمال المراحل التاليه لمشروع الصوامع الاستراتيجيه لزياده الحجم الاستيعابي والتخزيني لها وقد وجه الرئيس بضروره توفير كافه السلع في جميع تلك المنافذ باسعار ميسره للمواطنين والتنسيق مع كافه المحافظات والغرف التجاريه لاقامه التجهيزات والبنيه الاساسيه للمعارض الغذائيه مع تنظيم حملات دائمه للمتابعه الدوريه لضمان التزام العارضين بالاسعار المقرره والمعلنه تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئه للشعب المصري والامتين العربيه والاسلاميه بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج وقال الرئيس السيسي في تدوينه له علي مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبه الاسراء والمعراج ان تلك الذكرى العطره التي تجلت فيها رحمه الله سبحانه وتعالى بامتنا فكانت منهجا للحياه وجهادا للنفس سائلا الله تعالى في هذه المناسبه الطيبه ان يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس الجمهورية الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ليلة الإسراء والمعراج وقالت قرينة الرئيس في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان تلك الرحله المقدسه التي انعم بها الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تسريع عنه ورفعه لمقامه الشريف تلك الذكرى العطيره التي تتجلى فيها مشاعر الايمان بمعجزات الله والتذكير بان رسالة الخاتمه المرسلين هي رساله الانبياء اجمعين دعى الله ان يحفظ الامه العربيه والاسلاميه وان يعم السلام كافه بقاع الارض على مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن دولا أعضاء في الاتحاد مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة، وصرح بوريل بعد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية أن وزراء الخارجية الأوروبيين خصصوا 450 مليون يورو لشراء أسلحة وتسليمها للجيش الأوكراني لمساعدته في الحرب الدائرة. وقال بورل ان وزراء خارجيه دول الاتحاد اتفقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي وذلك بالتنسيق مع الدول الاعضاء في مجموعه السبعه واوضح بورل ان اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لانها موضوعه في مؤسسات بدول مجموعه السبعه وافق مجلس الامن الدولي على عقد جلسه طارئه للجمعيات العامه للامم المتحده حول اوكرانيا اليوم حيث صوتت احد عشر دوله لصالح القرار وامتنعت ثلاثه عن التصويت فيما رفضت روسيا عقد الجلسه ياتي هذا في الوقت الذي طرحت فيه فرنسا امام مجلس الامن الدولي مشروع قرار لضمان وصول المساعدات الانسانيه من دون عوائق للاستجابه لحاجات السكان في اوكرانيا واوضحت باريس انه الى جانب التحرك الانساني العاجل ستدعو خلال اجتماع طارئ اليوم لمجلس الامن الدولي ببحث الازمه الانسانيه في اوكرانيا الى وقف اطلاق النار يجب ان يسبق اي مباحثات سلام أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة عن تفاؤله بالمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا والتي ستبدأ اليوم. من جهته أعلن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات بمنطقة جوميل البيلاروسية أعلن أن كييف وافقت على عقد الاجتماع مؤكدا أن روسيا مستعدة للتفاوض حول السلام في أي وقت. أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو أكد حرص المملكة على استقرار وتوازن اسواق البترول والتزام المملكة باتفاق اوبك بلس يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت اكثر من سبعة دولارات إلى 105 دولارات و سنتات للبرميل مع افتتاح تداولات اليوم الاثنين كما ارتفعت اسعار النفط في العقود الاجله للخام الامريكي اكثر من 7 دولارات لتصل الى 99 دولارا و10 سنتات للبرميل هذا واعلنت مجموعه بيبل النفطيه البريطانيه انسحابها من راس مال شركه روزن الروسيه العملاقه والبالغه حصتها فيها نحو 20% بالمائة. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج عشر متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 412 ألف ومائة وستين حالة واوضحت وزاره الصحه تسجيل 1521 حاله جديده ثبتت ايجابيه تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيره الى وفاه 48 حاله جديده. ختام موجز الثامنه فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم من جديد رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره مع حضراتكم لحد الساعه عشره صباحا هذه الفقره هي فقره مهمه جدا وفقره تدعونا للفخر من كام يوم استضافت حلبه الاتحاد ارينا في جزيره ياس في العاصمه ابو ظبي للمره الاولى بطولة محاربي الإمارات للفنون القطرية المختلطة أو UAE Warriors ودي اللي شاركت فيها اللاعبة هادي السيد وقدرت إنها تفوز بالبطولة بعد مواجهة قوية جدا قدام لاعبة دولة الهند خلينا نعرف أكثر تفاصيل عن البطولة وعن هادي السيد وأيضا مدربها محمود حفني عشان نتكلم معاها اكتر ونتكلم عن هذا الانجاز صباح الخير عليكم منورينا في صباح الخير وصباح وألف مبروك الله يبارك فيك صباح الخير عليكم هايدي انا هبدا معاكي شكلك صغير قوي وانت فعلا صغيره انت عندك 22 سنه ولسه بتدرسي واحنا عندنا كده في مجتمعنا انه البنات اللي بتلعب الفنون القتاليه او الام ام احنا الموضوع ده مش مش يعني متعارفين عليه قوي في المجتمع المصري بالنسبه لنا احنا البنت لازم تلعب العاب يعني رقيقه اه بالظبط يعني بني. حاجات خفيفة. العاب خفيفه كده اما بنت عندنا تلعب ام ام اي بردو مش حاجة بالنسبة لنا إحنا عارفينها كلميني بقى أصلا عن اختيارك الام ام اي وإزاي قدرتي توصلي المرحلة دي أنا الأول كنت بلعب لعبة قتالية تانية اسمها كونفو بس ما كملتش فيها كتير <applause> بعد كده تعرفت من خلال كابتن محمود على رياضة اسمها ام ام اي طب قولي لنا إيه رياضة ام ام اي رياضة الام ام اي هي رياضة شاملة جميع أنواع الألعاب القتالية كلها البوكسنج والكيك بوكسنج والمواي تاي والجوجيتسو والريسلينج والمصارعه هي ميكس من كل الالعاب دي عشان هي كده, كده عشان هي كده اقوى من اقوى الالعاب في العالم من اصعبها طبعا من اقوى من اقوى الالعاب القتاليه في العالم هي لعبه الام اي وده خلاني متحمسه اكتر ان انا العبها واجربها. بس انت قلتي اللي حمسك ليه اللعبه او اللي عرفك عليها كابتن محمود. كابتن محمود, محمود. انا ما كنتش اعرف اللعبه. نروح لكابتن محمود ونعرف منه ايه اللي شفته مميز عند هايدي علشان كده يعني كان في عندك نوع من انواع الاصرار وتدربها وتعلمها رياضه الام ام اي. اللعب بيبقى فيه طبعا حاجه مهمه جدا حته الاصرار ان هو ينجح، طبعا بيتحدى بقى طبعا اي مشاكل بتقابله، بيتحدى صعوبات، بيتحدى الاصابات، لعبه طبعا على قد ما اللعبه قويه. بيبقى فيها طبعا اصابات واللاعب يد... لازم الرياضه يقدر... عنيفه عنيفه لازم يقدر ي... ي... يتخطى الاصابات دي عشان يقدر يكمل في اللعبه آه يعني زي شخص كده بيقول لك انت هتقدر تكمل الطريق ولا لا آه لما اقدر اتغلب على الاصابات دي بقدر اكمل واقدر انجح طبعا احنا لما خرجنا بره مصر في ناس كتير ما كانش عارفه ان في في مصر آه لاعيبه أقوية الحمد لله يعني هم اتفاجئوا بالمستوى واتفاجئوا ان في في مصر آه بنات اقوياء وبنات يقدروا ينافسوا في دور عربية ودور طبعا أوروبية والحمد لله احنا كنا يعني قد المسؤولية ولعبت وكسبت الحمد لله في الجولة الأولى وهيدي رفعت راسنا بس رس آه الحمد, الحمد لله كل شايفين المسكين. الفيديو دي هاي دي يعني لا لعبة صعبة بعيدا عن فكرة ان هي عنيفة هي في الاخر هي رياضة ولكن هي صعبه هي مش سهله فكابتن محمود عايز اعرف منك يعني انت بدايه معرفتك بهاي دي كانت ازاي يعني بدايه تدريبك ليها كانت ايه هل شفتها مثلا بتلعب كونغ فو ولا هي جت وبدرت غيرت رايها قالت انا عايزه عايز اخش الأمم ايه يعني ايه اللي حصل هي اصلا ما كانش في دماغها اللعبه خالص هي جايه عادي تتمرن زي اي حد بيبقى اول مره يبدا تمرين هو مش عارف اي معلومات عن اللعبه هو جاي مثلا عايز يلعب رياضه عايز يشارك في بطولات محليه عايز طبعا يخلي الرياضه تبقى حاجه تخليه قوي يقدر يدافع عن نفسه طبعا المدرب اللي بيقدر يوجه اللاعب ان هو انا شايف ان هي موهوبه في حاجه زي كده بقدر ان ادعمها اكتر عشان تقدر تنجح في الرياضه دي وطبعا مستواها يعلى بسرعه وهي طبعا ساعدتني كتير بالتزامها وباصرارها ان هي تنجح خلى طبعا مستواها يعلى بسرعه إن شاء الله. عادي احنا شايفين ما شاء الله كم هائل <applause> من الميداليات وشايفين درع و... يعني في انجاز واعتقد الانجاز ده ما كانش اتحقق لولا لو كان في مثابره وكان في تحدي تحدي لنفسك يعني لعبه انت اول مره تخوضيها وما تعرفيش عنها حاجه فكلمينا اتمرنتي قد ايه كنت بتتمرني كام سنه تقريبا لحد ما وصلت للنجاح اللي, اللي حققتيه النهارده وكم ساعه في اليوم بالظبط لما ام اي اتمرنت سنتين سنتين استمراريه بدون توقف التمرين بتمرن كل يوم على قد ما بقدر بس طبعا الدراسة بتبقى الموضوع صعب ان انا يعني ببقى عايزة اتمرن اكتر من كده كمان بكتير بس موضوع الدراسة مع التمرين الموضوع صعب بس كنت بتوازني ده بحاول او بحاول اوازن ده ده غير طبعا ان انا بشتغل في مجال برضو الرياضة آه بتشتغلي ايه؟ مدربة <تصفيق> مدربة ام ام اي برضو؟ مدربة لا مدربة بي تي بيتي في جن أوه. Yeah. <applause> اه ايه البيتي بس عشان اعرف سيرم جديد عشان اعرف صح؟ مدرب خاص اه اوكي طيب انا عايزه اعرف كمان منك انت يعني دايما احنا بنسمع عن الكيك بوكسنج او الام ام اي بشكل عام يعني اللي مش عارفها هي زي ما انت قلتي مجموعه العاب كده آه آه قتاليه وصعبه وعنيفه دايما العائلات المصريه او دايما و... يعني نظره المجتمع أن ليه بنت تلعب لعبه آه عنيفه؟ اه ده كتير ف... <applause> ده كتير <تصفيق> <تصفيق> ليه يعني الناس بتستغرب في البعض ممكن يتقبلها لو في نطاق عشان الحمايه ملي. لنفسك عشان تدافعي عن نفسك في الشارع بس مش لدرجه ان انت تحترفيها. عيلتك ساعدتك في ده و ولا في حد كان بيعارضك؟ يعني احكي لنا كده اما قررتي تسيبي الكونغ فو اللي هي برده لعبه عنيفه بس يعني اوكي أو انا توقفت فتره علشان هم كانوا شايفين ان انت خلاص بنت كبرتي فما ينفعش تلعبي تاني يعني ده خلاني اتوقف كذا سنه ان انا ما اتمرنش او ما العبش فكره ان انا لا خلاص انت بقيتي بنت انت كنت بتلعبي وانت طفله اه بس خلاص انت بداتي تكبري ف ازاي في الاول ما قدرتش اواجه الموضوع لاني يعني طبعا كنت صغيره في السن بس بعد كده الحلم ما ما راحش من دماغي فضلتي <applause> وراه طب اه وبعد لما انت انجزتي كل الحاجات دي هم دلوقتي بقوا يعني لسه عندهم وجهه النظر بيدعموني ولا جدا بصراحه دلوقتي لا خلاص الوضع بيختلف اه <تصفح> انا والدتي والدتي بتدعمني جدا 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 انا بس عايشه في قريه قريه ريفيه منين اصلا؟ قريه الحسنين منشئه القناطر بلد في ضواحي الجيزه اه عارفينها اه عارفين. فهم اساسا مش لعبه قتاليه هم بعيد عنهم ان في بنت اساسا تلعب, تلعب رياضه عموما صح فهم ما كانوش متقبليني شويه ان انا بلعب رياضه بس هم كمان ما كانوش يعرفوا ان انا بطلع ماتشات او بلعب او او هم كانوا متخيلين انا بلعب رياضه عاديه حتى انا كنت خايفه من مواجهه ان هم يشوفوني بلعب او اي حاجه لما الفيديوهات نزلت بتاع الماتش وكده فيديو تداول في كل حته خافوا منك في القريه عندنا <applause> خافوا منك نظره الناس ليكي في الشارع <applause> ازاي لا, <بس تصفيق> لا <بس> بصراحه <applause> يعني بالعكس ده حاجه أنا حاجه محترمه جدا لا والله حاجه محترمه جدا بجد احنا فخورين يعني سبب وجودك النهارده على فكره عادي هادي ده حاجه فخر لينا كلنا شكرا ميرسي رد فعلهم كان حلو جدا بالنسبه لي ان هم قالوا لي كلام حلو كتير ومتقبليني جدا وبيشجعوني يعني فخورين ان انا من المكان دوت او ان انا طلعت من المكان ده <applause> طبعا انت فخر لاي حد فخر <applause> كلنا الحقيقه <الحياة هيك. تصفيق> شكرا وبقت مش بس فخر يا جمانه يعني بقت كمان نموذج مشرف لي. كل بيتي مثل <applause> اعلى اعتقد بقى لي. لا مثل اعلى كمان لكل اللي موجودين عندك في القريه الكل اكيد عاوز يبقى خلاص بقى هايدي كلنا هايدي يعني. ده يخلينا اروح لكابتن محمود يعني دي بتتكلم على فكره النظره بتاعت الناس اتغيرت جمالنا كانت بتقول ان مش سهل ان احنا نلاقي بنت بتلعب رياضه ورياضه عنيفه لكن في الاونه الاخيره او الفتره الاخيره تحديدا فعلا بقى متعارف وبقى دارج يعني ان البنات هي الاكثر ميولا لرياضه الام ام اي تحديدا او الكيك بوكسنج فايه السبب في ده هو هو اصلا يعني طبعا كله عارف ان البلد فيها مشاكل في حته البنات والمعاكسات والتحرش والحاجات دي كلها طبعا كل يوم بنقابل مشكلة ان بنت تعرضت لخطف او تعرضت لاعتداء او اي مشاكل بتقابل طبعا البنات الاهل بقى مش مش بيعرفوا يوجهوا البنات صح يعني انا مثلا مثل انا آه عاوز اوضح هنا بس نقطه مش كل يوم يعني هي بيبقى سلوك آه يعني مش كل يوم بس حالات كل يوم قليلة جدا جدا للوصلات. لما بتحصل بالظبط كل يوم بتتعرض للشارع كل يوم بتتعرض للناس اللي عاوز اقول ان هو يعني البنت كده بتفكر في ده كنوع من انواع الدفاع عن النفس وحتى لو لحاجة. حتى لو البنات بتفكر الاهالي نفسها حتى لو مثلا البنت تلعب رياضه ممكن يخلوها تلعب رياضه مش قويه قوي م. فطبعا الرياضه اللي مش قويه قوي دي هي انا مش هقدر ادافع بيها عن نفسي يعني انا مثلا ممكن العب رياضه تبقى استعراضيه صحيح. أنا اسمي إن أنا بلعب رياضة بس لو حصل لي أي مشكلة أنا مش عارف أدافع عن نفسي فهي المشكلة هنا يعني الأهل عامل قوي جدا مم. احنا الأهل بيساعدونا مع الفئة العمرية الصغيرة يعني بيدعموا الأولاد كويس جدا وبي وبيساعدوهم بس بقى حتة فكرة إن البنات الكبار في برضو مشكلة شوية حتة التمرين وكمان الإمم إيه فيها, فيها مشكلة في حتة الجوجيتسو اللي هو اللعب على الأرض على الأرض وكده زي ما حضرتك شفت في الفيديو طبعا برضو المصريين مش يعني مش مدركين شويه لعب الجوجيتسو ولعب القتال الارضي والكلام ده طبعا لو البنت اتحطت في اي مشكله في الشارع او اي موقف ايه المشكله عشان نوضحها للناس برضو ايه الجوجيتسو الجوجيتسو قتال ارضي ب... اللاعب بيلعب فيه مثلا مصارعه روماني م. جودو جوجيتسو اللي هو القتال الارضي ده اللاعب بيقدر يسيطر على الخصم ويثبته في الارض يعرف ياخد منه سبميشن اللي هي مسكات اخضاع <applause> يعني الماتش الام ام اي لاعب لما ينزل في الارض السيطره بتاعته بتحسب ببوينت عالي التيك داون اللي هو الشيرو ويام كذا لعبه يا كابتن صح يعني ده اعتقد ده مصارعه وكونغ صح مش تمام <applause> يعني بس هي يعني هي واخده اكتر من الالعاب القويه يعني <applause> الماي تاي والكيك بوكسينج طبعا والجوجيتسو وال الروماني الحاجات <applause> القويه كلها مجمعينها في لعبه واحده <applause> <applause> عشان في الاخر يبقى الفايتر الام ام اي او يقدر يتغلب على اي فايتر في العاب تانية العاب تانية طبعا فرديه طيب خلينا نتكلم عن البطوله بطوله الامارات محاربي الامارات او اليو اي عايز عايزه اسالك في البدايه كان في هنا بطولات تاهيليه او حتى تصفيات عشان نقدر نخرج او نوصل لهذه البطوله ولا هي دي بطوله بتسافروا لها مباشره وعايز اسالك كمان عن فكره المواجهات هي هايدي اول لاعبه مصريه في التاريخ تفوز بهذه البطوله دي النسخه 26 هي اول لعبة مصريه تقدر تحصد هذا اللقب وايضا اول لاعبه عربيه تقدر تفوز كمان على دوله زي دوله الهند اه طبعا م -م. اللعبة اللي كانت بتلعب معاها طبعا اول برضو هي اول لعبة هنديه تحترف تحترف من الهند برضه ده طبعا انجاز ان احنا نقدر نتغلب على لعبة زي دي ولعبة طبعا مجهزة كويس جدا مجهزة في أماكن كتير مش في الهند بس في الهند وفي البحرين وفي <applause> كذا <applause> مكان عشان تقدر ان هي تنافس في ماتش زي ده. نرجع للجزء الاولاني ان ازاي ازاي قدرت تتاهل لهذه البطوله؟ احنا عندنا هنا في مصر في في منظمات المنظمات دي احنا تابعين لمنظمه اي اف سي الايفولوشن تبع كابتن خالد وكابتن محمد عبد الحميد طبعا الناس دي بتشتغل كويس جدا انها تعلي اللاعب <applause> وبتشتغل على التسويق طبعا كابتن خالد ان هو يقدر يسوق للاعب بره مصر في طبعا البطولات والماتشات ويحاول يجيب له احسن فرصه وطبعا بنسعى ان يبقى في اتحاد للام ام اي عشان طبعا الاتحاد هيساعد كتير اللاعبة في السفر وفي طبعا المصاريف والكلام ده عشان طبعا اللاعب بيصرف على نفسه كتير في مشاركه البطولات وفي التجهيز وفي التغذيه والحاجات دي كلها فطبعا البطوله دي احنا بنشارك فيها عشان نقدر نعلي مستوى اللاعب بيلعب الاول فئه الهواء يلعب مثلا كام ماتش في فئه الهواه بعد كده يطلع لفئه المحترفين. المحترفين طبعا بيبقى الليفل اعلى جدا لازم اللاعب يبقى لعب قبل قبل المحترفين في مرحله مثلا 10 ماتشات خمس ماتشات ان هو يقدر يعلي مستواه عشان يقدر يطلع للمرحله اعلى. وفي حاجه في الماتشات برده بتاعت اللاعب بتسجل على الشير دوج ان اي منظمه بتخش تعرف السي في بتاع اللاعب لعب لعب فين؟ مستواه ايه؟ البلان بتاعه بتاعته ايه الخطه بتاعته في ان هو يخش يلعب الحاجات دي كلها بيبقى المنظمه عارفه على اللعب هايدي يعني آه كابتن محمود بيتكلم على فكره اعداد علشان تدخلي آه محاربي الامارات وتفوزي ب آه يعني هذا اللقب وتشرفينا كلنا كمصريين يعني عاوز آه اعرف انت منك كواليس مشاركتك في آه المباريات تحديدا في آه النسخه ال26 من محاربي الامارات وكم ماتش لعبتي علشان توصلي للنهائي هو في الاول اساسا اول ما عرفت ان انا هلعب بره كنت مغضوضه جدا وحسيت ان اللي هو لسه بدري <تصفيق> <تصفيق> بس بعد كده كابتن محمود <applause> طمني او لا طمني قال لي خلاص ما تقلقيش انت قدها انا واثق فيكي لعبت ماتشات هنا في مصر في الايفولوشن ام ام اي وسترايك وبعد كده لعبت ملاكمه ده برضو بيبقى من سي بي. بس وعملنا بروجرام بقى نمشي عليه وهيدي برضه بطلت ملاكمه بطلة جمهوريه في الملاكمه وصفت منتخب احنا شايفين صور اهي بت بتاكد وتثبت بي, بي في, <تبع> في برضو أتخش منتخب الملاكمه صفت برضه كانت هتشارك هتخش منتخب الملاكمه بس طبعا عشان الماتش الاحترافي ده اجلنا الموضوع شويه طيب <applause> هايدي آه اخر ماتش ليكي كان من مع دوله الهند بنت من الهند آه، ايه الماتشات اللي كانت قبلها كان في ماتشات قبلها او بس هنا في مصر مع مصريات مع مصريات مع مصريات طب انت شايفه مستوى البنات المصريات ايه آه، في عندنا ماتيريال كويسه جدا بجد وبنات كويسين جدا 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 في اللعبه بس محتاجين يعرفوا يعني ايه ام ام اي يعني هم ما عندهمش شويه ما عندناش شويه يعني ايه ام ام اي بس ان هم يلعبوكي اعتقد ان هم واصلين لمرحله متقدمه يعني هم تخطوا مرحلة الهواء. أكيد أكيد في كل ماتش يعني المستوى بيتغير عن الماتش اللي قبله وفي كل ماتش الخصم اللي بيبقى أقوى أو. من اللي قبله البنات فعلا محتاجة تعرف يعني إيه ام ام اي ثقافة ام ام اي تقرا وتشوف وتبص على العالم الخارجي هيتعلموا كتير لما رحت بره سافرت كانوا كل استغربهم انت بنت مصريه مش مش ان انا بنت عاديه كسبت لو كانت بنت من اي جنسيه ثانيه كان هيبقى الموضوع مش مستغربينه آه كان كل الموضوع انت ازاي بنت مصريه انت مصريه فعلا فقلت لهم اه مصريه قالوا لي في بنت مصريه بتعرف تلعب ام ام اي الثقافه دي موجوده عندكم اصلا آه, اه اه مش هم مش شايفين اصلا اه هم مش شايفين ان في في بنات مصريه اصلا عارفين يعني ام ام اي مش يلعبوا ام ام اي فقلت لهم اه مصريه حتى هم تخيلوا ان انا مصريه جنسيه بس عايشه بره مجهزه بره قلت لهم انا عندي خلفيه كبيره عن الاماميه قلت لهم انا الكوتش بتاعي مصري وعايشه في مصر وبجهز في مصر وكل حاجه في مصر م. م. بس طيب احنا شايفين ما شاء الله عدد هايل من الميداليات قدامك على الترابيزه عايزين نعرف ايه الميداليات دي يعني مش بس درع محارب الامارات اللي موجود قدامنا اعتقد السيف ده هو درع محارب الامارات ايوه الميداليات دي بقى يعني اخذتيها امتى وازاي الكلام في سنتين سنتين اه اول مشاركه ليا كانت في الايفولوشن كان اول ماتش في الايفولوشن خالص الميداليه الحمراء اللي هناك دي اول, أول واحده اول واحده بعد كده شاركت تاني اللي هي الميداليه الخضراء اللي هناك دي مكتوب عليها ايفو اه موجودين أم... على الشاشه دلوقتي اه ثالث <applause> <applause> مشاركه اللي هو الدرع ده رابع مشاركه برضو في الايفولوشن كان ما بينهم أم... بطولات بره يعني بره بره المنظمه علشان اقوم المستوى انا كنت عايزه اشارك كتير علشان مستواي يعلى في وقت قليل <تصفيق> <تصفيق> طيب كابتن محمود انت بتقيم مركز مصر في رياضه الأمم ام اي ان كان بالنسبه للرجال او للسيدات فين يعني احنا مصر دوله عندنا لاعبي ام ام آه اي اقوياء ومؤهلين آه بالشكل الكافي ولا لسه محتاجين يمكن خطوات تانية ومحتاجين اهتمام أكتر ورعاية ولو تحدد لنا كمان العقبات ويمكن الدعم اللي انتم محتاجينه هي المشكلة احنا عندنا فعلا مقاتلين قويين جدا بس احنا مش متشافين يعني في مشاكل كتير بتقابل اللعيبة مثلا زي, زي الأولاد اللاعب يكون خلاص مستواه بقى كويس وهيشارك يحصل مثلا مشكلة في مثلا في مصاريف التجهيز مشكله مثلا ان هو سنه جه عشان الجيش الحاجات دي كلها بت بتقابل اللاعب مثلا جاله اصابه حاجات دي كلها بتقابل اللاعب بت بتسبب مشاكل ليه أنه هو ما يقدرش يسافر آه في جزء تاني برده مهم في حته الدعم يعني طبعا اللعبة كلها طبعا واحنا بن احنا بنصرف على نفسنا صحيح يعني بره آه في سبونسر للاعب اللاعب آه في راعي اه الراعي الاكل الشرب التمرين كل كل حاجه, كل حاجة ليها باللعب. يعني كل حاجه هو 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 بس عايش ان هو يتمرن بس م. احنا مثلا مثال زي هايدي هايدي بتدرس وبتمشي مشوار مثلا حوالي بتاع ساعه الا ربع او ساعه في الطريق عشان تروح شغلها مع التمرين يعني هي عايزه تدرس وعايزه تشتغل عشان تصرف على نفسها وعايزه تتمرن وبعد ده كله المفروض ان هي تسافر وتقف قدام لاعب او تقف قدام لاعبه حياتها كلها التمرين بس وما بتعملش اي حاجه والحمد لله تقدر تتغلب عليها يعني ده 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 حاجه الحمد لله انجاز احنا بنقدر نوصل له عشان الحمد لله احنا بنتعب بنتعب عشان نوصل لهدفنا وطبعا المصري عنده تحدي عنده إصرار وعزيمة عنده إصرار اللي هو انا من. ما ينفعش حد ما ينفعش حد اصلا يقف قصادي الحمد لله يعني حضرتك كنت بتتكلم او هايدي تحديدا كانت بتتكلم ان كان في الاول استغراب في القريه عندها وبعد كده اصبح الاستغراب ده وتحول لنظره من الفخر ان هي اصبحت بطله عشان هم كانوا شايفين الصوره كامله وقلت لها انت نموذج مشرف وبقيتي مثل اعلى لي يعني مصريين كتير قوي يمكن لاكد كلامي دلوقتي تفاعل الناس معانا على السوشيال ميديا وهم سألين سؤال السؤال ده موجه لحضرتك <applause> للبنات في سن قد ايه يقدروا يلعبوا اللعبه دي ويروحوا فين علشان خاطر يخلوا ولادهم نموذج مشرف زي هايدي كده هو طبعا في يعني هو في مدربين كتير بس المدربين كل مدرب حسب مستواه يعني م. في مدربين كتير قادر ان انا اوصل اللاعب ليفل معين مثلا 10% 20% بس بعد كده هو مش يقدر يعليه يعني بتبقى موجوده في نوادي مراكز الشباب ولا كلها حاجات خاصه لا لا كلها حاجات خاصه يعني صالات خاصه فرق زي مثلا زي الفريق بتاعنا اسمه تايجر تيم الحمد لله من اقوى الفرق في مصر الفرق دي بتقدر ان هي تتعلم مستوى اللاعب وتاهله ان هو يلعب بره مصر صحيح. وموضوع السن طبعا لما اللاعب بيلعب من سنه صغير دي بتبقى حاجه كويسه بس ما يمنعش ان لو لو حد حابب يتمرن هو في سن كبير ما فيش اي مشكله اهم حاجه الفتره بتاعه التجهيز بتاعته يبقى فيها التزام مفيش مفيش غياب مفيش اي حاجه تبعدك عن التمرين فتره جد اقدر في الاخر ان اوصل لنتيجة اتشرف طبعا بيها <applause> طيب هايدي خلال السنتين دول معدل تدريبك في, الـ في, الـ في اليوم يعني معدل التمارين بتاعتك مثلا بتتمرني كم مره في الاسبوع؟ <applause> كم ساعه في اليوم؟ طريقه الاكل بتاعتك كلمينا اكتر عن انت ازاي قدرتي تجهزي نفسك بدنيا وكابتن محمود كمان ازاي قدر يجهزك بدنيا؟ هو مثلا لو في ماتش التدريب بيبقى مكثف اكتر فتره الاعداد بتبقى اقوى من الفترات العاديه لو في ماتش بتمرن في اليوم مرتين 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 في كل اليوم كل مره كام ساعه مثلا؟ آه في المره مثلا ممكن ساعه او ساعه ونص ساعه او ساعه ونص بالظبط آه طبعا مع بنظام غذائي كويس علشان جسمي يقدر يعمل ريكفري عشان اقدر اتمرن مرتين في اليوم كويس ده اللي هو بروتين فقط ولا؟ <applause> لا ده كارب نظام غذائي حسب الفتره الشويات. الفتره اللي احنا الفترة عايزينها في, اللي احنا في التمرين محتاجين كل ايه كل فتره أكتر. بيبقى لها نظام غذائي معين طيب انا عندي سؤال اخير هل يعني بعد النجاح اللي حققته هايدي التقيته مثلا مع وزير الشباب طرحته ايه اللي محتاجينه؟ يعني هو احنا احنا علشان نطلع نموذج مشرف كده ويمثل مصر في المحافل والمباريات الدوليه ايه اللي محتاجاه لعبه الام ام اي من وزاره زي وزاره الشباب؟ طبعا اول حاجه احنا محتاجين اتحاد ان يعني يبقى في اتحاد قائم في البلد نقدر اللعبة كلها لو في اي لاعب عنده مشكله يقدر يخاطب الاتحاد الاتحاد يقدر يحلها له طبعا احنا طبعا في مصر الموضوع ده فيه مشاكل كتير وكده عشان ده عايز يمسك الاتحاد ده عايز يمسك الاتحاد فبيحصل مشاكل في كده ففي الاخر اللاعب اللي بيتضرر يعني انا برضو بوجه رساله المشاكل كلها دي ملهاش اي لازمه اهم حاجه افكر في مصر وفكر في ان اللاعب ده يطلع يمثل مصر البلاد اللي بره ما بيفكروش في اي مشاكل قد ما بيفكروا احنا ازاي ننجح وازاي إن نرفع علم بلدنا عشان في الاخر وبيراهنوا دايما إيه على الالعاب الفرديه تحديدا اه كمان الالعاب الفرديه بيبقى الحمل كله على اللاعب فانت لازم تدعم اللاعب وطبعا حته ان اللاعب بيبقى شايل كل حاجه الموضوع ده صعب مم. يعني مثلا هايدي لسه لعبة الماتش الحمد لله كسبت المرحله اللي جايه هتبقى مرحله اقوى فاحنا محتاجين ان احنا نأهلها في رعايه عامه بشكل أوه. عام من خلال اتحاد الاتحاد ده تحت مظله وزاره الشباب والرياضه تحديدا تمام. وفي نفس الوقت يكون في رعايه سواء كانت الرعايه دي متمثله في رجال اعمال رجال او في رعاه من مختلف الشركات طبعاً اللي موجوده عشان خاطر يطلعوا لنا نماذج تقدر اللي هي تكمل في اللعبه كل. دي آه. كل ده كل ده بيساعد طبعا اللاعب يعني انا اللاعب لو وفرت له كل حاجه وخلاص انت محتاج ايه انت انت عندك مدرب كويس عندك عندك آه آه رعايه لكل حاجه خلاص انا ممكن ما خلصت الكليه بتاعتي استغنى عن الشغل بتاعي استغنى عن كذا حاجه واوفر كل الوقت للعبة. ده للعبه عشان اقدر بعد كده ان انا لما انافس لعيبه اقويه اقدر ان انا اكون ندي ليهم واقدر ان انا طبعا اتخطاهم طيب انا هاخد السؤال ده وهروح لهايدي هايدي انت شايفه ان انت وزميلاتك في رياضه الام ام اي محتاجين ايه؟ محتاجين اول حاجه دعم نفسي انا <applause> نفسي عشان انا باكد انت بنت ليه بتلعبي اللعبه دي ده شغف زيه زي اي موهبه انا شغفي جاي في اللعبه دي والا ما كناش اخترناها ولعبناها احنا في الاخر انا عندي نموذج بنحذبها. او كادر او بطل انا باهل بطل عشان يقدر يمثل اسم مصر ايا كان بقى راجل او ست بنت او ولد اكيد مم. بجانب طبعا الجانب النفسي الدعم المادي مهم جدا لان احنا مش هنجهز من من لا شيء احنا محتاجين جانب مادي عشان نقدر نجهز بيه صحيا بدنيا المصاريف نفسها بتاع التجهيز كبيره جدا وصعبه لو ده موجود او لو ده متاح طاقتي اللي بتروح في الشغل او عشان اقدر اجهز بيها هتروح بقى في التمرين بقى مستوى هيبقى مستوى طبعا عيب بياخد من تفكيرك بالضبط من تفكيرك. بالضبط, صحيح. بالضبط.

دعم نفسي واعتقد جومانا اول حاجه عملتها قدمت لك دعم نفسي اكيد بنات <applause> <applause> يعني, <أول> حاجة... <applause> آه يعني انا شايف في تحيز لكن التحيز انا هنا مش هقول بس للمراه بما اننا داخلين في شهر ثلاثه وهو شهر المراه بامتياز لكن انا كمان بضم صوتي لصوت جمانة واعتقد كل المشاهدين يعني بيدعموكي نفسيا وبيقولوا لك كملي واحنا كلنا وراكي وفي ظهرك ويعني للامام وحصد بطولات اكثر واكثر كابتن هايدي السيد الحاصلة على لقب محاربي الإمارات والكابتن محمود الحفني بنشكر حضرتك فندم على وجودكم معنا في صباح الخير يا مصر في الحقيقة نموذج من النماذج المشرفة اللي كلنا فخورين النهاردة بوجود مدرب عظيم وكابتن يعني أعظم حققت انتصار لينا ورفعت اسم مصر في البطولات والمحافل الدولية نورتونا وشرفتونا في صباح الخير يا طبعا نورتونا والحقيقة احنا يعني نتمنى إنه رسالتكم طبعا توصل انه احنا في الاخر احنا كل اللي بنطمح اه اليه ان يكون عندنا بالفعل ابطال وبطلات يمثلوا مصر في كل المحافل الدوليه في كل الرياضات احنا فعلا مصر مش مقتصره فقط على رياضه بعينها احنا عندنا بالفعل ابطال وبطلات كتير جدا في العاب كتير جدا محتاجين ان هم يكونوا تحت الضوء محتاجين الدعم ان كان نفسي او مادي عشان بالفعل لو احنا سلطنا الضوء وبمجهود بسيط جدا وبدعم بسيط جدا تقدر مصر ان هي يكون عندها ميداليات لالعاب كتير جدا ان كانت جماعيه او حتى فرديه انا بشكركم وزي ما مكننا المراه سياسيا واقتصاديا هيكون ان شاء الله رياضية. في تمكين رياضيا عن <applause> قريب يعني ان شاء الله من خلال وجودكم معنا بهذه النماذج المشرفه <applause> بنشكركم على وجودكم معنا مره ثانيه شكرا لحضرتك مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع ونكمل معاكم حكايتنا في صباح الخير يا مصر صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحقيقة مصر على مر التاريخ والعصور يعني سباقة ودائما ما تقدم كل ما هو جديد وأصوات عذبة في قراءة القرآن الكريم وأيضا في مجال الإنشاد الديني وعلشان كده دائما مصر ما تبحث عن هذه الأصوات العذبة من خلال المسابقات الدولية اللي منها مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللي أقيمت خلال الأيام اللي فاتت وفاز بيها عدد من الشباب النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معنا فقرة استثنائية لأن هي بتضم اثنين من المتسابقين اللي حصلوا على المركز الأول في تلاوة القرآن والابتهال الديني معنا الأستاذ عمر حشاد اللي فاز بالمركز الأول عالميا صباح الخير يا فندم صباح الفل ومعانا ايضا الشيخ احمد محمد علي الفائز بجائزه الصوت الحسن في تلاوه القران المجود صباح الخير يا شيخ صباح الخير يا يعني عاوزين نعرف مسابقه زي دي اكيد ليها تحديات كتيرة ما جاتش من فراغ لان بنتكلم تلاوه القران تلاوه القران او الانشاد تحديدا احنا عندنا عظماء عندنا عمالقه فاكيد العمالقه والعظماء دي بنتكلم على الشيخ طه الفشني بنتكلم آه. على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يعني نماذج مشرفه يعني لو قعدنا نتكلم النهارده هناخد بس حلقات وحلقات عشان نعد هذه يعني الاسماء من الافاضل مشايخنا الكرام يعني رحمه الله عليهم ويعني كل الشكر والتقدير للي ما زال منهم موجود. عاوزين نعرف الاول معاك يا استاذ عمر مين مثلك الاعلى واستعديت ازاي لخوض هذه المسابقه؟ طبعا برحب بحضرتك وبكل الساده المشاهدين انا سعيد اني موجود مع النهارده. أول حاجة طبعا نتكلم الأول عن مسابقة بورسعيد الدولية مسابقة بورسعيد الدولية الحقيقة هي بدأت من فترة كبيرة كانت مسابقة محلية على مستوى الجمهورية م. بعد كده تقريبا من خمس سنين كان الموسم الخامس بدأت المسابقة تبقى دولية هي المسابقة تحت إشراف معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء م. وبينظمها كل سنة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورس طبعا بالتنسيق مع أستاذ عادل مصلحي هو المنسق العام للمسابقة المسابقه الحقيقه بتجمع يعني ناس كتير كل سنه من جميع انحاء العالم انا شاركت في المسابقه دي تقريبا موسمين وده الموسم الثالث الحمد لله ربنا اكرمني فيه فالحقيقه المسابقه ككل كتنظيم كجوائز ك يعني كروح مشاركه بين كل الناس اللي جايين من جميع انحاء العالم احنا معانا السنه دي اكتر من 60 دوله جايين من اوروبا ومن اسيا ومن الامريكتين ومن افريقيا يعني حاجه مشرفه جدا طبعا بالنسبه لي انا فانا الحقيقه مثل الاعلى في الانشاد كان عليه رحمه الله الشيخ محمد عمران طبعا من العمالقه الله طبعا واكيد مولانا الشيخ سيد النقشبندي طبعا هم كلهم عظماء وكلهم انا بتعلم منهم ولكن الاثنين دول يعني لهم فضل عليا كبير جدا الشيخ الفيومي اكيد يا سلام الشيخ <applause> الفيومي عليه رحمه الله يعني من الناس اللي لحنوا وابدعوا واجادوا في تقريبا جميع الالوان حتى هو كان بيقرا القران الكريم طبعا عليهم رحمه الله جميعا طيب عمر قبل ما اروح طبعا ل أه احمد عايزه لو تسمعنا حاجه حاجه من الانشاد أه لاي بقى يعني نموذج من النماذج العظيمه اللي انت ذكرتها لي اكيد احنا ممكن نبدا مع الشيخ محمد عمران فكم لله من لطف خفي تفضل. طبعا فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفين فكم لله يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا فَتَأْتِيكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ إِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْأَحْوَالُ يَوْمًا إِذَا ضَاقَتْ يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي تشفع بالنبي فكل إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا ما ناب خطب ولا تجزع إذا ما جزع اذا ما ناب خطبون فكم لله من لطف خفي ما شاء الله الله, الله اكبر يعني انا والله فعلا مش قادره حتى اقطعك حبيب. عشان ارجع بقى لاحمد يعني أفع. لا ما قدرتش ما قدرتش ما شاء الله ما شاء الله طيب, طيب خليني أروح ل شيخ أحمد. شيخ احمد محمد في البدايه حابه اعرف منك من رايك او في رايك وتكلمنا عن عن مسابقه بورسعيد وحابه اعرف منك كمان زي ما سالنا عمر مين قدوتك من المشايخ الكبار طيب بداية قدوتي من المشايخ الكبار أولا سيدنا الشيخ محمد رفعت الله سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل سيدنا الشيخ راجب مصطفى غلوش سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي سيدنا الشيخ حمدي محمود الزامل م. الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الشيخ شعبان الصياد كتير جدا جدا عامل توليفه جدا, جداً, وقامو جداً, وقامو جداً عظم الحناجر في قراءه القران يعني أنا بقول لحضرتك هي الفكرة من ايه بقى إن أنا أخذ من كل واحد الشيء المميز زي ما حضرتك بتعمل بوكي ورد فبالتالي حضرتك بتعمل بوكي ورد بتجمع عدد معين من الورود صحيح. بألوان معينة وتبدأ إن حضرتك تنسقهم مع بعض فتبدأ تعمل بوكي ورد بشكل متناسق ومنظم م. فبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أخذ مدرسة واحدة وابدا اشتغل عليها لوحدها لا انا لازم انوع ما بين المدارس عشان انا اخرج بشيء خاص بي انا لوحدي هيك هنا يعني جمعت ما بين عدد مختلف من القراءات العشر الحمد لله رب العالمين انا معايا مهال القراءات العشر ما شاء الله, ما شاء الله. مهال القراءات العشر الصغرى وحاليا بدرس في الكبرى لان انا اخذت انا اولا دراستي كانت انا كنت خريج كليه الاداب قسم علم الاجتماع بسم الله ما شاء الله واخذت علية القراءات وانا حاليا في ثانيه تخصص في القراءات م. بالمناسبه انا سبت الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع عشان اكمل في علم القراءات يعني انا خلصت خلص تخصص وادخل كليه القران الكريم م. م. ما شاء الله طيب يعني حضرتك بتتكلم على تخصص ودارس وعارف يعني طريقك ايه وراسم لنفسك حلم لكن حضرتك يعني في الاجابه على سؤال جمانه قلت حاجه مهمه قوي ان حضرتك عملت بوكيه الورد الخاص بيك الحمد لله هو او المدرسه الخاصه بيك اكتمل ما اقدرش اقول ان هو اكتمل حضرتك لانه عشان اكمل او اعمل مدرسه خاصه بيا منفرده ده محتاج وقت ومجهود طويل بس ده ده شوقنا ان احنا نسمع لتلاوه القران بصوت حضرتك الله يكرمك حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۖ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ما ضل صاحبكم وما غوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو <applause> ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما كذب الفؤاد ما راى افثمارونه على ما يرى ولقد راى نزلة <applause> أخرى <applause> عند سدرة المنزل صدق الله العظيم الله, الله يفتح عليك يا مولانا بجد يعني في الحقيقه احنا قاعدين مش ماشيين النهارده <applause> احنا بنفكر نطلع صباح الخير يا مصر من النهارده لحد بكره الله. <تصفيق> <تصفيق> أه عمر انا يعني عايز اسالك اسئله كتير بس نفس الوقت مش عايز اضيع الوقت في الاسئله وما شاء الله فعلا صوتك يعني امتعنا ومتاكده ان الساده المشاهدين عايزين يسمعوا كمان اكيد عايزين يعرفوا عنك بس خلينا كمان نسمعهم حاجه وبعدين نرجع نتكلم مع بعض تمام طيب بمناسبه الاسراء والمعراج ممكن نقول الكلمات كده عن الاسراء والمعراج اتفضل تمام يا سيدي يا رسول الله حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزله وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدامي يا إمام الرسل يا سندي انت باب الله ومعتمدي ففي دنياي واخرتي يا رسول الله ما شاء الله ما شاء الله طيب نروح لشيخ أحمد يعني أه شيخ أحمد أه وإحنا بنتكلم قبل الهوا كنا بنتكلم على أه مسابقة بورسعيد أه الدولية وتكلمنا إنه كان في لجان تحكيم لجان التحكيم كانت صارمة وكانت صعبة جدا كلمنا عنها وكلمنا إزاي قدرت تجتاز إنك توصل لهذا المركز المركز الأول أه يا أستاذ جمانة مسابقة بورسعيد أولاً هي من المسابقات المحترمة باختصار شديد جدا والتي تقام على اعلى درجه من التنظيم. آه انا شاركت في مسابقه بورسعيد في اربع مواسم. الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا شغل. احصل على المركز الاول على مستوى العالم في الموسم الرابع اللي انا شاركت فيه. آه وده لانه قدرت ان انا اخد خبره من خلال الفترات اللي انا شاركت فيها قبل كده. مم. وقدرت ان انا آه اوفق او انظم التلاوه حسب ما يتراءى او حسب التوجيهات اللي توجهها لي اللي وجهتها لي اساتذتي واللي لجنه التحكيم بتحكم من خلالها التلاوه بتنقسم الى فروع اول حاجه الصوت ثاني حاجه المقامات الصوتيه ثالث حاجه التجويد رابع حاجه الوقف والابتداء كل فرع من دول له محكم خاص به <applause> أه على سبيل المثال كان في فرع أه أه الوقف والابتداء كان دكتور عبد الكريم صالح وهو رئيس لجنه مراجعه المصحف كان في التحكيم الصوتي او او الفرع المختص بالصوت الدكتور عبد الفتاح الطاروطي كان في تحكيم المقامات الدكتور طه محمد عبد الوهاب ده جزء من لجنه التحكيم لان في باقي لجنه التحكيم زي الاستاذ حسام صقر زي الدكتور بهلول وهو محاكم دولي من دوله ليبيا زي الشيخ صادق من دوله اليمن فكانت اللجنه على اشد يعني في اشد درجات الصرامه والحزم في كل هذه الفروع واللجنه على فكره بعد التلاوه بتاعتي بدا ان هم يعلقوا على بعض الاشياء ويدوني بعض التوجيهات والنصايح اللي انا المفروض ان عليا ان انا التزم بها فيما بعد طب كده ولا تخليه سمعنا حاجه اك يعني انا مم اتمنى مم الحياه طول والله مم يعني مم الوقت المتبقي ان انا اسمع, أسمع حاجه من تلاوه القران بقى بصوت العذب ده يعني تطلع علينا ببعض ما تيسر طبعا من ايات القران الكريم حاضر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته أيام وما مسنا من لبوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ذبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج إن يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر الناس نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وما صدق الله العظيم صدق الله العظيم يعني انا من روعه الصوت انا عاوز اقوم اقف تحيه تقدير واحترام <applause> الله يكرمك ربنا شاء الله ما شاء الله عليك ربنا يعني يفتح عليك ويجعله في ميزان حسناتك يعني ربنا يخليك حقيقي اروح لعمر استاذ عمر بقى الله يكرمك مين هو عمر حشاد؟ يعني يمكن الناس عاوزه تعرف شاب صغير اعتقد ما كملتش 21 22 سنه يعني 21 22 ما زلت بتدرس اه طبعا طيب عاوز اعرف بتدرس ايه وايه اللي نما عندك موهبه الانشاد ومين اللي شجعك ان انت تكمل وتستمر فيها؟ طبعا انا بدرس في جامعه الازهر في كليه اللغات والترجمه قسم اسمه قسم الدراسات الاسلاميه باللغه الالمانيه بندرس مواد شريعه و ومواد ادب برضه باللغه الالمانيه كل م. المواد الشرعيه التخصصيه بندرسها باللغه الالمانيه م. بجانب طبعا احنا بندرس الادب الالماني والقواعد بقى الالمانيه واللغه ككل يعني صحيح. في القسم ده. الانشاد او يعني موهبه الصوت الحمد لله رب العالمين انا اكتشفتها من صغري. وانت كم سنه؟ والله هو قبل ابتدائي. يعني م. قبل ابتدائي كنت يعني اذاعه القران كانت دايما شغاله في البيت فانا كنت بلاقي نفسي بدمدم معاها. فوالدي لاحظ ان انا يعني صوتي كويس وكده فبدأ ان هو يسجل لي في الشرايط كان الشرايط كده في الكاسيت وكده والد حضرتك ازهري برضو ولا؟ لا والدي مش, مش ازهري ولكنه يعني يعمل في التربية والتعليم مدرس والدتي كذلك يعني فبدا ان هو يجيب لي بقى شرايط واسجل واسمع صوتي طبعا كان حاجه نشاز بس يعني خالص البدايه دايما كانت بس اكيد هم شافوا فيك حاجه يعني سمعوا في صوتك حاجه لا كمان. واحنا الالقاء برضو عندنا لو لو تفتكر زمان عشان ننمي موهبه الالقاء طبعاً عندنا كنا بنسجل ونسمع أوه. نفسنا طبعا دي حاجه مهمه يعني. طبعا الممارسه دي اهم حاجه في اي مجال الواحد صحيح. بي بيدخله يعني فالحمد لله رب العالمين بدات بقى ادخل المسجد اللي في المسجد يعرفوني يدخلوني اذن مره اقرا قران ادخل مسابقات بقى حفظ قران وصوت وكده لحد الحمد لله رب العالمين بقى ما دخلت الاعداديه برضو فضلت مستمره معايا ادخل مسابقات على مستوى المحافظه والحمد لله فوز بيها وبعد كده دخلت مسابقات بقى على مستوى الجمهوريه كانت مسابقه ابداع كانت حوالي من سنتين 2019 تابعه لوزاره الشباب طبعا وزاره الشباب والرياضه وتحت رعايه رئيس الجمهوريه سيد عبد الفتاح السيسي آه والحمد لله فزت المركز الاول بعد كده شاركت في مسابقات تابعه لوزاره الاوقاف زي مسابقه مثلا الصوت الحسن والحمد لله برضو ربنا اكرمني طيب حافظ كام جزء يا عمر من القران انا الحمد لله خاتم القران ما شاء وبرضو الله كنت فزت بمسابقات قبل كده حفظ القران الكريم ولكن الفتره دي يعني او الفتره اللي فاتت من بدايه الجامعه اهتميت اكتر بمجال الانشاد لاني بصراحه يعني حبيت المجال وحبيت ان انا اقدم يعني انا صوتي جميل فكان ممكن اقدم اكتر من حاجه بصوتي ولكني اخترت ان انا اقدم حاجه بقى هادفه حاجه انا بحبها طب ازاي ازاي قدرت تنمي موهبتك ازاي قدرت ان انت تشتغل على صوتك هما حاجتين اهم حاجه يعني اهم حاجتين انا الواحد بيعملهم او انا بعملهم السماع الكتير لان طبعا اهم حاجه في الصوت ان انا اسمع كتير عشان اعرف اقول بعد كده الممارسه كتير بقى في البيت في العربيه في الشارع في المسابقات المسابقات ما روحتش دي ما رحتش مكان مهمة معين جداً. او ما ما استعنتش بخبره معينه حد يدربه إن إيه. أه لا انا معتمد بشكل يعني 90% 95% على السماع الباقي بقى بعرفه بقى من زمايلي الاكبر مني اللي عندهم خبره قال لهم مثلا أنا سمعت اللحن ده ده مقام ايه مثلا فيقولوا لي ده مقام كذا فاعرف ان ده مقام كذا فخلاص اتعود إن... اكيد سمعت النقشه بنتي يا سلام يعني متربي سمعت مولاي اكيد طبعا نسمع مولاي بقى منك يعني بس طبعا يعني الشيخ دي في حته يعني بس حاولت تدينا نفس المقامات <applause> طبعا ان شاء الله باذن الله مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك قد بسطت يدي من لي الوذ به الاك يا سندي مولاي اني ببابك مولاي اني ببابك مولاي اقوم بالليل والاسحار ساجيه ادعو وهمس دعائي ادعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك اني عائذ وجل ومن يعذ بك لن يشقى الى الابد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فانت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مراره عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك أطيق سخطا على عيش من الراغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك, ومن سواك يرى قلبي ويا كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي في خوف وفي طمع هل يرحم العبد بعد الله من أحد الله يعني أنا مش عارفة أقول لك الكنترول فوق عامل إيه والله يعني ما شاء الله الله هو أكبر يعني أنا فعلا سعيدة إن إحنا عندنا الأصوات دي عندنا الحناجر دي الشيخ أحمد قاعد متسلطن كمان الشيخ أحمد نفسه قاعد سلطان. طبيعي. طبيعي طبيعي بجد عمر ما شاء الله الله يبارك حاجة جميلة خالص اللهم طيب بارك فعلا ربنا يبارك شيخ أحمد الدرم. أنا حابة أسألك سؤال دلي. بيشبهوا صوتك أو تلاوتك للقرآن بمين؟ وبيشبهوك بمين؟ إحنا كنا بنتكلم قبل الهوا على الموضوع ده هي <applause> <في باب تصفيق> جمال اللي جابت الشبه قالت لحضرتك أنا هقول <applause> <applause> أنا هيك <applause> <أنا تصفيق> فيك شبه من الشيخ يعني محمد عبران اه يعني بداية بداية فعلا كان في بعض الناس تقول لي أنت شبه الشيخ محمد عمران جدا والحمد لله رب العالمين يعني ليا الشرف طبعا ولكن أنا عشان إحنا كنا إتكلمنا في الموضوع ده في الأول، حضرتك لما سألتيني مين مثلك الأعلى في التلاوة؟ أنا ذكرت عدد كبير جدا 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 من القراء. صحيح. عشان ما تحطش في قالب واحد، طبعاً الشيخ محمد عمران يعني شرف كبير جدا إن حد إن أي حد يقلده، إن أي حد يقول زي ما هو بيقول. ولكن أنا عشان ما تحطش في قالب واحد، لا، أنا لازم أسمع لكل زي ما زي ما أستاذ عمر قال إن أهم حاجة في القارئ أو في المنشد الاستماع. وان لازم استماعه يكون متنوع لان كل ما يسمع اكتر كل ما خيالي النغمي هيوسع كل ما هيبتكر نغم اكتر كل ما هيكون عنده خبره اكبر كل زي ما احنا قلنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه انا عندي بستان مليان ورد تقدر تطوعه كمان آه. حسب قدراتك بالظبط كده دي اللي هتضيف اليها طيب شيخ احمد في يعني في النهايه حابين نختم بصوره قصيره حضرتك تتلوها علينا أو آية الختابة. تختارها يعني مسك الختام بقى طبعا زي ما حضرتك. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضأ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ, صدق الله العظيم, صدق الله العظيم نورتونا وامتعتونا الحقيقه يعني عمر حشاد الفائز المركز الاول عالميا في الابتهال والانشاد الديني نورتنا شكرا لحضرتك كنت سعيد اني اكون موجود مع حضراتكم يعني كده كل مره اتشرفت اني كنت موجود قبل كده والمره دي بتشرف اكتر فشكرا لحضراتكم لاتحتونا الفرصه ديت وشكرا لكل الساده المشاهدين الشرف لينا ايضا شيخ احمد محمد الفايز بجائزه الصوت الحسن في التلاوه المجوده يعني آه بارك الله فيك يا شيخ والله يعني جداً. ربنا يكرمك وما شاء الله يعني نورتونا واحنا سعداء بيكم جدا الله يعني ان دايما مصر ولاده وزي ما عندنا الشيخ الحصري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد زي ما عندنا النقشبندي وعندنا الشيخ الفيومي وغيرهم كتير من يعني المشايخ الاجلاء عندنا عمر حشاد وعندنا الشيخ احمد محمد بنشكركم على وجودكم معانا في صباح الخير يا مصر وربنا يبارك لكم ويفتح عليكم يا رب دايما ربنا يبارك يعني احنا لا هنسيب الناس تستمتع بالوجبه الدسمه دي واحنا كمان هنروح يعني نفصل شويه مع حضراتكم هنروح لفصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول عشان نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر استنونا